السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. ومساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير والسرور نور اللولو. يا مرحبا فيك، يا هلا فيكم مشاهدينا بكل واقعية وبأعلى معايير الشفافية وبكل التزام ومسؤولية. بهذه القواعد تعاملت البحرين مع فيروس كورونا، إذا استطاعت بفضل الإجراءات الاستباقية من الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة لاتخاذها عدد من الإجراءات الوقائية والقرارات الاقتصادية اللي تحفظ للمواطن والمقيم حقوقه وتضمن الحفاظ على مكتسبات الوطن التنموية ومواصلة مسيرة النماء والعطاء يا لولو. صدقت يا فواز، يعني واحنا اليوم لابد من الالتزام بمسؤولية باتباع كل الإرشادات الاحترازية والتعليمات الوقائية اللي أصدرها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، واللي أبرزها هو لبس الكمام وغسل اليدين باستمرار، بالإضافة لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل والخروج فقط للضرورة. بالفعل صدقت يا لولو، البحرين قيادة وحكومة وشعب كلنا متكاتفين ومتعاونين من أجل أن ينتهي هذا الوباء ونواصل عملية التطور والبناء. البحرين اليوم تحقق إنجازات في كافة المجالات، وآخرها هو تتويج الجهود الوطنية للمملكة في مجال حقوق الإنسان بتصنيف البحرين في الفئة الأولى بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. بالفعل البحرين دائما رائدة في كافة المجالات الأمنية والصحية والتعليمية وغيرها وغيرها. والله يحفظ البحرين وأهلها. مشاهدينا خلكم معانا اليوم وتابعوا فقراتنا المتنوعة بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهد الكرام. ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى رئيس مجلس الدفاع الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في قصر الصخير. وتفضل جلالة الملك المفدى أيده الله بتوجيه كلمة سامية، خلنا نتابعها ونرجع نعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نفتتح اجتماعنا الثاني لمجلس الدفاع الأعلى لهذا العام، متوجهين لكم جميعا بالشكر والتقدير على جهودكم المتميزة في السهر على أمن الوطن وأمان المواطن والمقيم ومتابعة كل ما يلزم للحفاظ على سير الحياة ودوران عجلة التطوير والبناء الوطني، وأنها لفرصة طيبة نشيد فيها بمبادرة صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر وبقرار مجلس الوزراء باعتماد يوماً للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، مع تخصيص جائزة باسم سموه لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في مجالات البحث العلمي والطبي. وتواصل مملكة البحرين بتسخير كل إمكانياتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية للأزمة الصحية الطارئة التي يشكل انتشارها على المستوى العالمي تحدياً مستمراً، وتهدد آثارها فرص التنمية الشاملة وخصوصاً المكتسبات الاقتصادية الاجتماعية. ومن هنا جاءت حزمة السياسات والقرارات والإجراءات المالية والاقتصادية التي وجهنا بها مبكراً لاحتواء تداعيات الظرف. وباشر فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على متابعة تنفيذ برامجها بدقة وفعالية بهدف الحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي لصالح الوطن وأبنائه الكرام. ولقد أبدت سلطات الدولة وجميع مؤسساتها قدرتها الرفيعة وجاهزيتها العالية في تحمل مسؤوليتها خلال هذه الفترة الصعبة، ولدورهم هذا الأثر الكبير في انضباط العمل وتميز نتائجه. وفي مقدمة تلك الجهود الوطنية ما يتولاه ابننا العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله من أدوار ريادية لن تنساها البحرين، متمثلة في مواقفه الجليلة ومساعيه المخلصة في حمل مسؤولياته الوطنية على الوجه الأكمل في الشدة والرخاء. كما نخص بالذكر العمل الكبير والمقدر الذي تقوم به مؤسساتنا العسكرية والأمنية ممثلة في قوة دفاع البحرين المتميزة بتنظيمها العسكري والطبي والإداري العريق، ووزارة الداخلية بكوادرها المتأهبة على الصفوف الأمامية، وقوات الحرس الوطني والأمن الوطني بتقديمهم كافة ما يلزم للتصدي لهذا الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين ووفق أعلى المستويات. مجددين بهذه المناسبة شكرنا وامتناننا العميق لمساعي الفرق الطبية والكوادر الصحية والطواقم المدنية الذين يعملون بعزم الأقوياء وبهمة الأوفياء ويواصلون في تحمل مسؤولياتهم الإنسانية في حماية الأرواح وبتطبيق أفضل الخدمات والعلاجات والتدابير الوقائية، مما أكسب مملكة البحرين سمعة عالمية متقدمة في مجال مكافحة هذه الجائحة. وبسواعد أبنائنا نفخر وسنحقق النجاح بإذنه تعالى. وبالعودة إلى ما بدأنا به أكرر الشكر والتقدير الذي لن يكفي ولن يفي حق شعبنا الوفي الفخورين بمعدنه الأصيل وبخلقه الرفيع والتزامه المتحضر في كافة الظروف والأوقات. ونشير هنا إلى ما تشكلها المسؤولية الفردية والمجتمعية المشتركة من أهمية قصوى للتغلب على هذه الجائحة، وهو أمر ليس بجديد على البحرين
فأهلها الأعزاء هم أهل للشدائد، وبعونهم سنتقلب على كل الصعاب بحول الله وقوته. وفي الختام ندعو المولى عز وجل أن يشفي مرضانا ويرحم شهدائنا في ظل هذه الجائحة الذين يحسبون في مرتبة الشهداء بإذنه تعالى، مستذكرين هنا شهداء الواجب ممن ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل الحفاظ على أمن البحرين، وستظل تضحياتهم محفورة في ذاكرة الوطن، فهم مصدر إلهامنا وفخرنا. ونسأل الله أن يديم على البحرين الغالية نعمه الكثيرة من أمن وأمان ورفعة ورخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، مثل ما تفضلتم هذا الشعب شعبكم يستاهل منكم كل ما أعطي ووفر له من صحة ومن تعليم ومن أمن وأمان، فالله يوفقنا إن شاء الله جميع لخدمتكم في هذا الوقت المهم اللي يجب أن نعمل جد وجهد منا كلنا لتنفيذ توجيهاتكم. وشكرا طال عمرك. شكرا شكرا. يعني مثل ما تابعنا يا فواز كلمة جلالة الملك اليوم في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فعلا فعلا كانت ذات مضامين جدا جدا هامة وتناسب الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه اليوم. يعني جلالة الملك الله يحفظه تطرق حق أمور جدا جدا مهمة لم يقفلها، مثل أن ذكر وأشاد بأن مملكة البحرين راح إن شاء الله توفر وتسخر كل إمكانياتها لمواجهة هذه الجائحة وهذا الظرف الاستثنائي، بالإضافة أيضا إلى أنه أكد على أن سلطات مملكة البحرين ووزاراتها فعلا أبدت استعدادية كبيرة وفعالية كبيرة في الانتقال في هذه المرحلة، مما فعلا خلانا إحنا كلنا نستشعر هذا الشيء كمواطنين، وما حسينا فعلا أن إحنا مرينا بجائحة ولا تغير عندنا أي شيء، بالعكس شفنا أن الشغل على طول ماشي وكل الأمور في مملكة البحرين الحمد لله ماشية. أيضا جلالة الملك أكد على موضوع جدا جدا مهم احنا يمكن كل يوم في هذا البرنامج نأكد عليه، اللي هو المسؤولية الفردية والمجتمعية هم الخلاص من هذه الجائحة. وذكر جلالة الملك حرفيا ونصا انه امر ليس بالجديد على شعب البحرين، لان فعلا جلالة الملك يؤكد دائما ان شعب مملكة البحرين شعب واعي، عشان كذي احنا نشوف حتى فريق البحرين للتصدي لجائحة كورونا فعلا عول في البداية على وعي المواطن. أيضا جلالة الملك قدم شكره وامتنان جلالته للكوادر الطبية والطاقم الطبي، وفعلا يعني شفنا مدى التقدير. أيضا أشاد بتخصيص يوم للطبيب، أشاد بقرار رئيس الوزراء بتخصيص يوم بالفعل. وأيضا شكر المؤسسات العسكرية والأمنية اللي فعلا كان لهم دور كبير كبير في هذه الجائحة، ومرت مملكة البحرين بسلاسة وسلام في هذه الجائحة إن شاء الله. يا ربي يعني نحن قاعدين نشوف تتبعاتها قاعدة تنخفض وإن شاء الله يا ربي نوصل لي نمبر زيرو. يعني إن شاء الله يا ربي. يعني دائما الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه دائما ما تكون طالعة من القلب وتدخل في قلوب جميع أهالي البحرين وحتى المقيمين على أرض مملكة البحرين. عندما نتحدث مع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، كلمات الثناء والشكر والتقدير دائما ما تذهب مباشرة إلى جلالة الملك الله يحفظه. يقولون إحنا نحسدكم على البحرين، نغبطكم على نعمة البحرين ونعمة جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه. عندما نتحدث أو يتحدث جلالة الملك المفدى في كلماته السامية الله يحفظه ويرعاه، دائما ما يخاطب قلوب أهل البحرين، دائما ما تدخل هذه الكلمة من القلب وتخرج من القلب وتدخل إلى قلوب كافة أهالي البحرين وتدخل إلى قلوب كافة أهالي المقيمين أيضا على أرض هذه الجزيرة الطيبة، الجزيرة السمحاء، جزيرة حمد بن عيسى، مملكة الحب والإنسانية والإخاء.
مشاهدينا الكرام، ما حققته البحرين من مركز متقدم للعام الثالث على التوالي أيضا وهو إنجاز يعد من إنجازات مملكة البحرين. هذا الإنجاز ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وانفراد مملكة البحرين بالمرتبة الأولى في المنطقة وشمال أفريقيا، يأتي بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى لترسيخ البيئة القانونية والمؤسسة والحرص أيضا على تطبيق وإنفاذ القانون. بالفعل يعني احنا قاعدين نشوف هذه المكتسبات حتى في ظل هذه الجائحة، قاعدين نشوف ان البحرين قاعدة تحصد لقب ورا ثاني وقاعدة تحصد الذهب ورا ثاني. فعلا البحرين تشهد حضور إقليمي ودولي في مجال مكافحة الأتجار بالبشر، يؤكد على دور ومساعي الحديثة لمملكة البحرين لمواصلة إعلاء اسم مملكة البحرين من خلال تبني أفضل الممارسات الرامية إلى مكافحة الأتجار بالبشر. خلنا نتابع معاكم التقرير التالي اللي يستعرض أبرز ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية. خلنا نتابع وراجعين معاكم الحديث أكثر عن هذا الموضوع. حياكم الله مشاهدي الكرام. البحرين يا لولو الله حباها بقيادة حكيمة أوضعت المواطن والمقيم على رأس الأولويات في كل الأمور والخدمات اللي تقدمها الدولة، وأيضا حرصت على توفير الأمن والأمان والبيئة المناسبة لممارسة الأعمال بكل حرية وبكل كفاءة أيضا. واليوم البحرين تجني ثمار التعاون والجهود المشتركة ما بين وزارة الداخلية وأيضا اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك أثر على حصول البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي تتبوأ هذه المرتبة لثلاث أعوام على التوالي. بالفعل يعني حق لنا نفتخر طبعاً. إنجاز فعلا فعلا نفخر فيه بكل تأكيد، والبحرين تثبت يوم بعد يوم على أنها منارة للأمن والرخاء والاستقرار. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر السكايب الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة ومساك الله بالخير. في البداية نبارك لكم مواصلة مملكة البحرين تصدر تصنيف الفئة الأولى للدول الأكثر نجاحا في مكافحة الأتجار بالأشخاص وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على مدى ثلاث أعوام متتالية. هل لنا كلمة بهذه المناسبة؟ مساء الخير جميعا الزملاء الأعزاء في الاستوديو وإلى المشاهدين الكرام في البحرين وأينما كنتم. ندخل في الموضوع مباشرة في هذه المناسبة. البحرين تعتبر أن مبدأ المساواة وعدم التخلي عن أي أحد أولوية مطلقة وأولوية هامة جدا، لذلك حرصت البحرين بجميع مؤسساتها يعني وقوانينها وتشريعاتها المختلفة للعمل دوما وأبدا بتناغم ودعم ومساندة
جميع المؤسسات تساند بعضها البعض من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع البحريني وبين مختلف الشرائح، يعني أيضا في المجتمع شرائح المقيمين والمواطنين. هذا لا يترك إخواني ملف الاتجار بالأشخاص أو الأفراد خارج هذا الالتزام، الالتزام بمبدأ المساواة. لا شك أنت يعني بهذه المناسبة يجب أن نقول أن نحن نفخر كمواطنين قبل أن نكون أعضاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا الإنجاز المميز للسنة الثالثة على التوالي، لأنه يعتبر إنجاز ضد جميع أشكال التمييز، وبالتحديد ونعيد ونكرر بالتحديد في هذه المناسبة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. لماذا؟ لأن التصدي لجميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة يجعل الجميع متساوي تحت حكم القانون. أستاذة ماريا، يعني كيف تقيمون جهود الجهات المعنية بالمملكة في تحقيق هذا الإنجاز الدولي؟ الجهود طبعاً اللي تبذلها مملكة البحرين بجميع أجهزتها هي التي أهلتها لتبوأ هذه المرتبة العالية والمحافظة عليها للعام الثالث على التوالي. ترى الحصول نجاح، المحافظة على هذا الإنجاز هو نجاح أكثر وأكثر وأكبر، لأنه هو نجاح للسنة الثالثة على التوالي. معناه ماذا يعكس؟ يعكس جهود وطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعكس أيضا التوسع في الجهود لجميع أجهزة الدولة، سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل، جهودهم المتكاتفة في التحقيق هذا الإنجاز ومحاسبة من يتم إدانته. هذا مهم جدا، من يتم إدانته في هذه الجريمة، وبالتحديد بالعمل الذي يخرج خارج إطار القانون. التقييم الآخر اللي هو يعتبر إضافة من الإضافات المميزة إلى سجل البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لأنه يعكس رؤية واهتمام جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه في هذا الملف المهم كجزء من ملفات حقوق الإنسان. هناك دعم، هناك توجيهات لا محدودة للاهتمام على المحافظة على هذه الديمومة، ديمومة النجاح لجميع المؤسسات والهيئات الوطنية التي أعيد وأكرر أنها كلها تعمل بتناغم وتنسيق من أجل هذا النجاح. أستاذة ماريا، يعني لو تكلمينا أكثر، ما هو دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق هذا الإنجاز بالذات؟ طبعاً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها دور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى فيما يتعلق إذا كان هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان. هذا جزء يعني الأهم من دور المؤسسة بصفة عامة في مجال حقوق الإنسان. لكن لأتوقف قليلاً قبل أن أدخل بعمق أكثر عن دور المؤسسة وعملها مع بقية أجهزة الدولة في هذا المجال، إن ما ورد في التقرير الأخير للخارجية الأمريكية استند على حقائق. لما التقرير يستند على حقائق فهذا يعكس جهود المملكة المختلفة في حمايتها لحقوق الإنسان. جهود المؤسسة تأتي متى؟ لما نحن نراقب العمل الحقوقي ونراقب ونرى أن هناك تبني كامل لأفضل ممارسات المكافحة الاتجار بالأشخاص أو الأفراد. هناك سياسات وتدابير معتمدة يعني من مختلف أجهزة الدولة، كلها تعمل بهدف واحد وهو المحافظة على الحقوق. فنحن جزء من هذه المنظومة المتكاملة التي تحافظ على الحقوق، خاصة يا إخوان أن جريمة الاتجار بالبشر أو أن الاتجار بالبشر يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ويمس حق الفرد والمجتمع، ونحن كمؤسسة لا نرى لها أي مكان يعني في المجتمع البحريني، خاصة أن هناك رؤية ثاقبة من أعلى الهرم لصون وحماية حقوق الإنسان.
أتكلم عن دورنا الرقابي في الوارد في قانون إنشاء المؤسسة. لابد أن يكون هناك متابعة حثيثة لأوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة، فنحن نراقب هذه الإنجازات ونعتبر أن المواصلة في النجاح ما هو يعزز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة، إن لم تكن وحيدة في الشرق الأوسط إذا يعني حق لي أن أقول، في هذا الإنجاز المميز. فبالإضافة إلى مراقبتنا، نحن نرى أن لنا دور يستند إلى عوامل عدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لأن نرى أن التعامل مع هذا الملف يتماشى مع المعايير الدولية لحماية سواء الضحايا من الاتجار بهذه الجريمة والتعامل مع جميع الجهات الأخرى، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية في تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، أخيراً علشان ما أطول عليكم في هذا السؤال، نحن من خلال تناغمنا وعملنا مع الجهات المختصة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، لدينا مكتب دائم في مقر السهلة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، وموظف من المؤسسة من الأمانة العامة لتلقي الشكاوى أيضاً ليعمل في هذا المجال. لو حبينا نتكلم عن مبادئ حقوق الإنسان، فما هي مبادئ حقوق الإنسان اللي يجب أن يحظى بها الأشخاص؟ طبعاً ما هي الضمانات اللي يجب أن يحصل عليها الوافد أو العامل بالأحرى؟ إذا تسمحون لي أبتدي في يعني شيء بسيط، هو أن مبادئ حقوق الإنسان لا تجزأ، حقوق الإنسان ولا الضمانات تجزأ. هناك حقوق إنسان مدنية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، والآن الحديث كثيراً عن الحق في الصحة، لكن لا تجزأ، فكلها مظلة واحدة. فإذا نحن لكن لغرض الحديث هذا المساء عن الاتجار بالأشخاص، لابد من الإشارة أولاً إن العمالة الوافدة أو الأشخاص الوافدين هما أكثر الفئات عرضة ليمكن أن ضماناتهم تنتهك، لأن يمكن يكونون في ظروف تحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية، التي منها يعني نقول الحق في الصحة، أو أن الحق في الوصول إلى الجهات التي قد تساعدهم في الحصول على حقوقهم، أو بسبب اللغة عدم قدرتهم على التواصل مع السلطات أو الجهات المعنية، أو عدم إدراك هذه الفئة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة أو العمل، أو عدم شعورهم يعني بالأمان، فيكونون أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا. العامل الاقتصادي أيضاً والإنتاجي جداً مهم، الرزق الحلال يعني، ومنعهم من الاستغلال، التنقل، حرية التنقل وانخفاض ربما بعض الخدمات التي تقدم لهم، الخدمات العامة أنا أقصد. فهذه كلها حقوق يجب أن نضمنها من خلال الوزارات والهيئات المختلفة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها أيضا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يعني هل هناك أي خطط أو برامج مستقبلية تسعون إلى تنفيذها؟ إذا نتكلم على مستوى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نعم، فنحن نسعى دائما نحو التنسيق والعمل جماعيا مع جميع الهيئات والمؤسسات، وأنا أكرر ذلك، نحن ندعم بعضنا البعض، فهذه دائما يعني ليست خطة مستقبلية، إنما هي خطة دائمة ونستمر عليها. من الخطط الأخرى هو أن الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تحيل دون يعني أن أحد يستغل أي عامل أو أي شخص في هذا المجال لكي لا يكونوا ضحايا لهذه الجريمة.
من خططنا أيضا هو يعني وجود برامج وفعاليات لتعزيز وحماية الحقوق من خلال عقد طاولات مستديرة ومثل ما يقولون workshops وندوات لزيادة الوعي في هذه المجال. من الخطط أيضا هو العمل مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ووزارة العدل وهيئة تنظيم سوق العمل على تشديد الرقابة على مكاتب استخدام العمالة والتوريد استخدام العمالة الوافدة. لابد من يعني زيادة الرقابة على ذلك ليضمن وصول هذه الفئة إلى الخدمات الأساسية طبعا من دون تمييز وأي نوع من سوء المعاملة. لابد في هذا المجال أيضا أن أتكلم عن أن قرار يعني حكومة مملكة البحرين الأخير بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة يعتبر من القرارات الرائدة والجريئة يعني في المنطقة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأيضا المجتمع البحريني بصفة عامة. ليش؟ لأنه هو يهدف إلى حماية حقوق هذه العمالة وأيضا حماية حقوق الدولة وحقوق صاحب العمل وأيضا يساهم في الشعور بالأمان، وهذا مهم جدا يعني حقوقيا. لما الإنسان يشعر بالأمان هو يتجنب الاستغلال إذا يعني صح التعبير، ولما يتجنب الاستغلال لا يصبح ضحية للاتجار بالأشخاص. الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كل الشكر والتقدير لك على هذه الإجابات المميزة وعلى دور المؤسسة الوطنية في هذا المجال الكبير والمقدر لكم بالتأكيد. طبعا مشاهدينا الكرام، مملكة البحرين سجلت مركز عالمي متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للمرة الثالثة على التوالي. هذا الأمر اللي يعكس مدى فعالية الجهود الوطنية المبذولة في التصدي لقضايا الاتجار واستغلال أيضا الأشخاص. بالتأكيد فواز، يعني وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تبذل بعد جهد كبير وبارز من خلال تنفيذ القانون وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا والتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في التصدي لمثل هذه الجرائم. خلنا نتابع معاكم مشاهدينا هذا التقرير ونرجع. يعتبر الاتجار بالبشر من الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبذل وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تبذل جهودا بارزة في مواجهة مثل هذه الجرائم من خلال تنفيذ القانون الذي يواجه جرائم الاتجار بالبشر والتعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة. إن تحقيق مملكة البحرين للفئة الأولى من ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وللسنة الثالثة على التوالي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيهات سيدي معالي فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال حرصه الشديد على تحديث وتطوير إدارات ومديريات وزارة الداخلية، إلى جانب المساندة والدعم من سيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. كما أود أن أضيف أن حصول مملكة البحرين على هذا المركز المتقدم جاء نتيجة تضافر الجهود والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص. ولقد دابت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على تلقي جميع البلاغات وجمع الاستدلالات وعمل التحريات اللازمة وتخليص الضحايا من المتاجرين وتقديم الرعاية الطبية لهم والقبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. كما أنوه أن هذا الإنجاز يعتبر مفخرة للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية متمثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، بحكم أنها لها الدور الرئيسي في تنفيذ جميع مرئيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا جهود وزارة الداخلية جهود ملموسة وواضحة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، سواء من حيث التوعية، من حيث تلقي البلاغات، من حيث سرعة
سرعة إجراء التحريات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات المتطلبة لمكافحة مثل هذه الجريمة. في الحقيقة أن مثل هذه الإجراءات في النهاية تصب في صالح مكافحة هذه الجريمة. ويشيد أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة تلك الجريمة من خلال تأمين الحماية الكاملة للضحايا وتقديم أنواع الدعم والرعاية كافة. أول شيء حنا القيادة الرشيدة بهذا الفوز المتكرر المرة الثالثة. موضوع التجار البشر موضوع هام على مستوى العالمي. البحرين منذ سنوات مهتم بهذا الموضوع، والاهتمام لم يأتي بسبب أوضاع راهنة، إنما أتى بجهود مؤسسية، أتى من خلال تشكيل لجنة وطنية، أتى من خلال توفير موازنة في الحكومة، أتى من جهود مستدامة من الدولة لرعاية هذا الموضوع. بداية إشادة واضحة لمملكة البحرين تستوجب كذلك تحية إجلال وإكبار لسيدي صاحب الجلالة راعي المشروع الإصلاحي، الذي لولا ترشينه لهذا المشروع لما رأى يعني هذا الترتيب المهم لمملكة البحرين النور. المشروع الإصلاحي وضع أسس كثيرة، من أهمها تعزيز وحماية حقوق الإنسان لتشمل كذلك حقوق العاملين في مملكة البحرين من الجاليات. المهم هنا بأن التشريعات الوطنية المعنية بموضوع التجار بالبشر قد طبقت على أرض الواقع، وهي لم تطبق لولا الجهود المخلصة للقائمين على هذا الأمر، وأكيد من أهمهم وزارة الداخلية برجالها ونسائها، أيضا وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الخارجية وغيرها من الجهات التي وضعت هذا الموضوع هدف، والحمد لله حققت العام الثالث على التوالي. الدور الكبير اللي قامت به وزارة الداخلية بكامل طاقتها، خصوصا خلال مجمل السنوات الماضية على محاربة الإتجار بالبشر، من خلال الدور الكبير في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والأمان، وهو اللي جعل من مملكة البحرين هي تنفرد في رأس قائمة تصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، اللي للحمد لله أن احنا وصلنا للعام الثالث على التوالي في مملكة البحرين أن احنا نفوز بهذه الجائزة. وزارة الداخلية عملت على تطبيق كل سبل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات معالي وزير الداخلية على قدسية حفظ حق الفرد في اختيار حياته والعيش بحرية كاملة دون قيود أو انتهاك لهذه الحرية. إن ما حققته وزارة الداخلية من مكانة دولية متقدمة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر هو إنجاز نوعي متميز وتتويج للجهود الوطنية الناجحة في مجال إنفاذ القانون، ما يعكس تقديراً عالمياً لدور مملكة البحرين وحرصها في الحفاظ على الأمن وحقوق الإنسان. طبعا حصول البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لولوة، خاصة فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بلا شك هو تتويج لعمل دؤوب تقوم في وزارة الداخلية في هذا المجال. بالفعل يا فواز، يعني تاريخ طويل من العمل والإنجازات لشرطة البحرين يمتد منذ أكثر من 100 عام، ووزارة الداخلية كان لها دور كبير في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان من خلال التأكيد على تطبيق القانون ومنح المواطنين والمقيمين حقوقهم الكاملة. وأكيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة السيدة جميلة سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيكم. يعني حصول مملكة البحرين على المركز الأول في تصنيف الفئة الأولى للدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على مدى 3 أعوام بالتالي يعد إنجاز دولي يضاف إلى إنجازات الحضارية إلى مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. يعني شنو يعني لكم هذا الإنجاز؟ طبعاً بدايةً أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك حفظ الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد القائد الأعلام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله بهذا الإنجاز الحقوقي الكبير والمهم الذي يعكس رأي جلالة الملك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. حقيقةً يعني هذا الإنجاز هاي فخر للبحرين ولكل مواطن بحريني،
وايضا لكل مقيم على هذه الارض اللي يشعر طبعا لما يشعر بالامان وان حقوقه مصانه ومحميه بموجب هذه الجهود والمبادرات الوطنيه. البحرين طبعا لا شك ان هي قامت بجهود ومبادرات وطنيه كبيره في مجال حمايه وتعزيز حقوق الانسان سواء تنفيذيه او تشريعيه عشان تضمن وتعزز وتصون حقوق الانسان، هاي يعني من حيث المبدا. وايضا البحرين عليها طبعا التزامات دوليه، وهذا الانجاز يبين بان البحرين فعلا نفذت كافه التزاماتها الدوليه ويعني وبنجاح، والدليل طبعا هذه يعني هذا الانجاز اللي احنا الحين حققناه وللمره الثالثه. وطبعا احنا كسلطه تشريعيه لا شك بان احنا داعمين لكل الجهود الوطنيه وجهود مملكه البحرين وجهود وزاره الداخليه اللي طبعا مشكوره وتستحق الاشاده والشكر اللي قامت فيه من جهود واللي توج طبعا بهذا الانجاز الدولي. انا اعتبره ليس انجاز على المستوى الوطني وايضا ولكن انجاز دولي نفخر فيه. الحمد لله احنا لدينا يعني منظومه قانونيه متكامله لمكافحه هاي الجريمه، ولدينا العديد من القوانين اللي قرتها احنا كسلطه تشريعيه وتعديلات اجريت على بعض القوانين، كلها تصب في حمايه حقوق الانسان وبشكل عام ومكافحه جريمه الاتجار بالبشر في البحرين، منها طبعا قانون العقوبات وقانون العمل والقانون العمل المنظم لتشغيل الأحداث والنساء، وأيضا حتى قوانين أخرى اللي تتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية وقانون النقابات العمالية، وأيضا قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. هذه طبعا القوانين والإجراءات والمبادرات اللي البحرين تكون فيها، هذه كلها يعني ساهمت في تحقيقنا هذا الإنجاز الكبير. طبعا في هناك كثير من الإجراءات اللي تكون فيها البحرين في هذا المجال، يعني الوقت يعني لو ان احنا ذكرنا كل الجهود يعني هاي راح نحتاج يعني لوقت طويل لذكرها، ولكن في المحصلة النهائية يعني هذا الجهد وخصوصا يعني اللي تكون في وزارة الداخلية في البحرين، أنا ما أعتقد أن يعني في أي دولة أخرى يعني بتكون بهذه الإجراءات وبهذه يعني الأمور اللي فعلا تلاقيها الضحايا اللي تعرضوا طبعا للانتهاكات، وخصوصا يعني إحنا بالنسبة إلى إجراءات وزارة الداخلية من تحقيق وتحريات وأيضا توفيق أوضاع الضحايا وتسهيل عودة الضحايا إلى بلدانهم وغيرها من هذه الأمور اللي تكون فيها البحرين مقارنة مع الدول الثانية، ما أتصور أن يعني وإن كان موجودة ولكن ليس بهذه الجهود اللي موجودة إحنا في البحرين. نحمد الله يعني بأن هذه كل يعني هذه الأمور فعلا عكست رؤية جلالة الملك الراعي الأول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. بالفعل يعني على ذكر الأدوار سعادة الأستاذة جميلة سلمان، ما هو دور أعضاء السلطة التشريعية في دعم جهود المملكة في الحفاظ على هذا المستوى الدولي في مجال مواجهة قضايا حقوق الإنسان؟ طبعا لا شك بان يعني السلطه التشريعيه شريك مهم مع جهود الدوله في حمايه حقوق الانسان من خلال طبعا سواء التشريعات على المستوى المحلي، واحنا نشوف يعني في السلطه التشريعيه اهتمام السلطه التشريعيه بحقوق وتعزيز حقوق الانسان من خلال يعني انشاء يعني من خلال وجود لجنتين سواء في مجلس النواب او في مجلس الشورى معنيه بحقوق الانسان ومعنيه بكل القوانين والتشريعات المعززه والداعمه لحقوق الانسان. هاي طبعا على مستوى الداخلي. في المستوى على المستوى الدولي السلطه التشريعيه حابه في جميع الفعاليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في مجلس حقوق الإنسان
في الأمم المتحدة أو بالنسبة للفعالية أو في البرلمان الدولي، وخصوصاً أن إحنا لنا دور جد فاعل ومهم في البرلمان الدولي وفي لجانة، هناك في لجنة طبعاً هناك معنية بحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً هناك لجان معنية بحماية بالقانون الدولي الإنساني. كل هذه اللجان تختص وتركز على حقوق الإنسان، وإحنا كسلطة تشريعية دائماً حريصين بأن إحنا بالإضافة إلى أن نكتسب الخبرات ونتبادل الخبرات مع يعني سواء مع الوفود البرلمانية أو مع الوفود الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان، حريصين بأن إحنا نبرز إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال. وطبعاً يعني من خلال مقارنتنا مع الإنجازات الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان، نرى أن إحنا يعني قطعنا شوط كبير وقمنا بمجهودات كبيرة، لا زالت هذه الدول يعني في بداية خطواتها لتوصل يعني لما وصلت له البحرين. وأيضا يعني تشوف أن إحنا مثلا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها، يعني هناك لا زالت دول ليس لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، يعني منشأة بموجب قانون، بل جمعيات يعني أهلية تقوم بمجهودات يعني فردية في هذه الدول، ولكن إحنا لدينا عمل مؤسساتي يعني في يعني مؤطر قانونيا وبشكل يعني فعلا حسب مبادئ باريس وحسب المتطلبات الدولية والاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها مملكة البحرين. فهذه كل الإنجازات اللي احنا قمنا فيها يعني والجهود يعني حقيقة احنا نفخر فيها، واحنا كسلطة تشريعية راح نتم داعمين لكل الجهود الوطنية، وطبعا من خلال عدة أمور، ومنها طبعا تطوير تشريعاتنا ومراجعة التشريعات اللي إن شاء الله راح تحقق المزيد من الإنجازات في هذا المجال. نعم فعلا إنجازات فعلا نفخر فيها. كل شكر لك سعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.
دائما من خلال برنامج مجتمع واعي نتحدث عن كافة الجوانب المتعلقة بفيروس كورونا من خلال كافة الزوايا المتعلقة بهذه الجائحة، وأيضا خلال هذا التحدي الصحي وزارة الصحة اهتمت بجانب الصحة الجسدية والنفسية من خلال إطلاق برنامج للدعم النفسي خلال جائحة فيروس كورونا يشمل الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج والعاملين الصحيين. بالفعل هذا البرنامج انطلق للتأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي لمختلف قطاعات المجتمع خلال هذا التحدي اللي فعلا عرض الكثيرين للضغط النفسي والتوتر، خصوصا بالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية من القطاع الصحي. بالفعل لولو، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية العاملين في الخطوط الأمامية من قطاع الصحة، واهتمامهم بهم توفير خط ساخن للدعم النفسي ليسمح حتى للعاملين بالتواصل مع الاستشاريين النفسيين عند الحاجة، وأيضا راح يتم تنظيم حملات ميدانية خاصة لهم لتقديم الدعم النفسي من خلال تطبيق تمارين الاسترخاء والوقاية من الاحتراق الوظيفي. هذه بعد المصطلح لازم نتحدث عنه، إلى جانب تقديم الاستشارات النفسية عن بعد. طبعا الحديث أكثر عن حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة شارلوت عواد كمين، رئيسة مستشفى الطب النفسي. مساء الخير دكتورة، وسعداء جدا بوجودك معنا. مساء النور، بشكركم على الاستضافة. أهلا دكتورة، وأكيد عندنا وايد أسئلة. أعتقد ما في أحد في هذه الجائحة ما تعرض لضغط نفسي بالضبط. وأكيد اللي موجودين في الصفوف الأولى هم أكثر الأشخاص اللي فعلا يحتاجون إلى استشارات نفسية حتى لو ما طلبوها. دكتورة بس عندي سؤال قبل لا نبتدي، للحين ما زال المواطن أو الشخص العربي يخجل من متابعة استشاري نفسي؟ لا، الحقيقة تطورت نظرة المجتمع العربي للطب النفسي نتيجة وجود فئات جديدة متطورة، وصاروا أقرب للجمهور من مما سبق. يعني أنا شاهدت بالذات في مملكة البحرين تطور كبير في نظرة الجمهور نحو الطب النفسي والصحة النفسية. جميل. وعي أكثر، رقي أكثر في التفكير في هذا الجانب. يعني تطور إلى الصحة النفسية أنها حاجة مكملة للشخص. بالفعل وهذا هو الصح، يعني الشخص إذا يروح حق استشاري نفسي هو فعلا يطلب منه مساعدة في مجال معين يقومه، وليس هو يعني مريض نفسي او مختل عقليا. يمكن هذا المسمى اللي بعض اللبس. الناس اي اللبس اللي صاير ان اي شخص يروح مستشفى طب نفسي انه هو يعاني من اختلال. لا 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 ابد، احيانا بحاجه الى صديق نفضفض له نتكلم معه نثق فيه ويثق فينا في هذا المجال، ملم اكثر بالجوانب النفسيه والعقليه اكثر وحتى الاجتماعيه. لذلك الطب النفسي والبحرين سباقه في هذا المجال في انشاء المستشفيات الخاصه بالطب النفسي، تاهيل الكوادر الوطنيه ايضا في هذا الجانب، وايضا جلب يعني استجلاب الخبراء في هذا المجال. والدكتوره شارلوت من السبعينات اعتقد دكتوره انت متواجده وشرفتينا في البحرين في هذا المجال لغايه اليوم في مجال الطب النفسي. يمكن تاثير جائحه كورونا دكتوره يلقي بالجوانب النفسيه على الكثير من المواطنين من المقيمين وايضا العاملين في الفئات الصحيه في المجال الصحي. اكيد اكيد ان جائحه زي دي والناس بتجهلها، وبالذات اول ما حدثت كان في جهل كتير بأمورها وحقائق متضاربة يعني في الإعلام في مختلف دول العالم، فأثارت طبعا نوع من القلق والخوف. دايما الإنسان يخاف من المجهول، صحيح، يعني يخاف مما يجهله، عدو ما يجهل. عدو ما يجهله. فمع تطور المعلومات ونصيحة الناس أنهم يستقوا المعلومات من مصادر موثوق بها وليس السماع، لأن الشائعات انطلقت طبعا. فدايما كنا بنعمل توعيه للناس ان هو يعني يتخلصوا من الشائعات، يستمعوا لحقائق مصادر مسؤوله، منظمه الصحه العالميه، وزاره الصحه، موقع رسمي، كان يعني على مدار الساعه بالفعل. فدي بتبقى حاجات موثوق بها، وتحاشي الاشاعات والاخبار المطوله اللي ليس لها اساس من الصحه. نعم. يعني دكتوره انا راح اكون صريحه معك اليوم، انا عن نفسي حتى تطلع اعلان في وسائل الإعلام أقول هل هذا مدروس على يعني مأخوذ فيه السلوك النفسي أو التأثير النفسي؟ يعني مثلا أنا فعلا فعلا أزعل لما أشوف إذا تكلمون يقولون كبار السن هم عرضة للإصابة، كبار السن. أحس يعني يا جماعة أنتم ما تحسون بشعور كبار السن أو اللي عندهم أمراض مزمنة وهم يسمعون تكرار هذه الجملة أثرها النفسي؟ يعني دكتورة من هم أكثر الأشخاص عرضة للتأثر بما يحدث اليوم؟ طبعا يعني هو دي بتختلف، يعني مش شرط الفئات العمرية تختلف من شخص لآخر. بتلاقي شخص كبير في السن وحكيم وممكن إنه هو يفرق الأخبار عن بعضها، وشخص صغير يتأثر تأثر كبير. فحسب نمط الشخصية وطريقة تقبل الشخص وطريقة مواجهته الأمور، الدعم المعنوي النفسي اللي حواليه، الحقائق اللي متوفرة،
فيعني طبعا بس هي الضغط بيبقى أكتر على الفئات اللي هي في الحجر، الأشخاص اللي بيتموا في الحجر أكثر عرضة للجوانب النفسية، أكثر عرضة النفسية. اللي في العزل يعني بيبقى يعني وحيدين. في أول بالذات في أول القطاعات زي ما حضرتك قلتي اللي هم العاملين الصحيين فدول بيبقوا أكثر تعرضا للضغوطات طبعا. صحيح دكتورة، يمكن في سؤال الكل ودي يوجه هذا السؤال وهو مهم جدا، كيف ممكن أن نستشعر هذه التغييرات النفسية؟ هذا الكلام على المستوى الشخصي، على مستوى الفرد بذاته كيف يستشعر أنه هو قاعد يمر بتغييرات نفسية، أو حتى كيف يستشعر أن اللي حوله قاعدين يمرون بتغييرات نفسية أو يعيشون بقلق؟ البعض ما يحاول يظهر هذا القلق ولكن من الداخل يعاني من صراع نفسي، فكيف ممكن أنه يساعد اللي حوله أو يساعد نفسه أيضا؟ بيظهر على الشخص طبعا الأرق مثلا، التوتر، الغضب، الاستماع المستمر لنشرات الأخبار بدون تفرقة، يعني يبقى متابع الأخبار على مدار العالم، ينظر إلى النواحي السلبية مش الإيجابية اللي هو يعني النسب، مع أن معظم الناس بتتعافى الحمد لله، الغالبية العظمى تتعافى فدي عايزة توجيه نظر، يعني التوعية في الأمور دي بتبقى يعني ممتازة. كيف يكون التعامل إذا في حد من الأسرة هو بنفسه كان هو يمر بهذه التغييرات النفسية أو بالضغوطات النفسية؟ بيبقى أفراد الأسرة، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي بتخفف من الموضوع ده بنشر الأخبار الإيجابية، مساعدته يعني إذا شخص مثلا عنده استعداد للتوتر والقلق والغضب إنه في الأول المرحلة دي، المرحلة الأولى بتبقى دايما وهي الأهم دكتور. المرحلة الأولى وهي الأهم اللي هي الخوف، بيركز على الأخبار وعلى الشائعات، وممكن ينتقل للمرحلة الثانية يهدأ شوية ويبدأ يعرف إنه هو يعني الاتكال على الله وحاجة ما لوش دخل فيها، يمتص الصدمة نوعا ما. ممكن يعني أن تتجاوز هذه الأعراض وتصير أعراض جسدية مثلا مثل حرقة المعدة أمور طبعاً ثانية؟ طبعا طبعا 45% من الناس في العالم اللي بيروحوا عيادات باطنية وجراحية بيعانوا من اضطرابات نفسية أو مثلا المراكز الصحية نسبة كبيرة من الناس بتقدم أعراض جسدية لكن بالفحص الجسدي لا يوجد أي سبب عضوي، فبيبقى طريقة التعبير عن الأعراض الجسمية نسميها النفس جسمية. النفس جسمية يعني مصدرها نفساني ولكن تظهر بصورة جسمية، فلابد من التنبه لها علشان نساعد الشخص إن هو يعني لا يستسلم لها ولا يصاب بالذعر. أكيد. يعني دكتورة ما شاء الله الحديث جدا جميل، وأنا عندي أكثر وايد أسئلة لأني أنا من الناس اللي قلقين بطبعهم، فأكيد راجعين لك، لكن راح نتوقف مع التقرير التالي اللي أعدته الزميلة شوق العثمان، وراجعين لاستكمال حديثنا مع ضيفتنا في الاستديو. متابعة مستمرة لكل العاملين في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي للإطمئنان على صحتهم العامة والتأكيد على أهميتهم لمملكة البحرين خلال هذا التحدي الصحي وصناعتهم للفرق بمختلف أعمالهم. الدعم النفسي انطلاقاً من أهمية الصحة النفسية، حيث بدأ فريق الدعم النفسي بمتابعة قوائم الحالات من مختلف المراكز بمملكة البحرين وتقديم المشورة النفسية والعلاج والدعم النفسي بعد أن عرضت هذه الجائحة الكثيرين للضغط النفسي والتوتر، خاصة للعاملين في الخطوط الأمامية من القطاع الصحي. وانطلق هذا البرنامج منذ شهر مارس الماضي بهدف المساهمة في تقليل الضغوط النفسية، إلى جانب العمل على رفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين حول طريقة التعامل مع هذه الظروف. فريق الدعم النفسي يضم خيرة من المختصين بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأفراد المتطوعين المختصين في نفس المجال. مملكة البحرين قامت بخطوات رائدة في مجال التصدي والوقاية من فيروس كورونا، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في الأنظمة الصحية وفي مجال تنفيذ التدابير الاحترازية وكفاءة التعامل مع هذه الظروف. والآن تحرص مملكة البحرين على إكمال هذا التفوق برعاية الصحة النفسية بأعلى المعايير.
الحوار دائما وابدا حول القلق والجوانب النفسيه خاصه في ظل جائحه كورونا، ولكن يعني لولو لما قالت انا قلقه جدا ولكن امام الشاشه لا تظهر مبتسمه متفائله جدا. لا انا قلت انا قلقه بطبعي، ما قلت انا قلقه دائما، حرام. عموما تبقى يعني الثقه بالله سبحانه وتعالى والايمان، والدكتوره ذكرت هذا الجانب جدا مهم، الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بالقضاء والقدر والثقه ايضا في القياده الحكيمه وجهود الحكومه الله يحفظها ويرعاها في هذا الجانب، يعطيك دافعة من الثقة يا دكتورة في هذا الجانب. هذه كلها جوانب إيجابية لابد الالتفات لها والانتباه أكيد لها. أكيد. لو نتعرف معاش دكتورة يعني عن الطرق اللي ممكن نتبعها في المنزل لتخفيف هذه الضغوط النفسية والمشاعر السلبية اللي ممكن يواجهها أو ممكن تعتري الأسرة خلال هذا التحدي. عدم يعني استماع للأخبار على مدار الساعة. يعني مواصلة الحياة بصورة طبيعية بقدر الإمكان. احنا عارفين ان في طرق للوقايه والاحتراس والكمامه والابتعاد الاجتماعي بالضبط. بس برضو يعني لابد ان ايه الحياه تستمر طبيعيه، يعني طبع. يبقى في برنامج يومي حتى مع من جزء من الرياضه، جزء من التغذيه، جزء من التواصل الاجتماعي مع الاقارب والاصدقاء بدون نقل الشائعات. هذه المشكله التواصل الاجتماعي يكون فيها مغلبها او اغلبها يعني نقل الشائعات ونقل طب ما نتكلم على الحاجات الايجابيه، مش لازم نجيب الاخبار السلبيه. ننسى سيره الكورونا. يعني الحجر لما تحول من المراكز للمنزل طبعا ده يعني الحقيقه فائده كبيره جدا بالفعل، لانه شخص قاعد في حجرته في منزله متواصل مع اهله فشاعر بالاطمئنان. وطبعا يعني الاسره بنتنبه انه ايه اي اعراض جديده تطلع في خط ساخن، في خط ساخن موجود من اول يوم مستشفى الطب النفسي. نعم. قسم البحث الاجتماعي والاخصائيين النفسيين يعني في خط ساخن معين نشرناه في كافه مراكز الحجر والعزل حتى في المنازل. نعم. على اساس ان هم ايه لو حد محتاج يتكلم مع اخصائي نفسي او اجتماعي بتفيد. يعني جميل جدا. اي احد يقدر يتصل سواء كان من الطاقم الطبي او من المحجورين او من المعزل؟ اي حد اللي عندهم عزل، اي حد حتى اذا مواطن ما عنده شيء. يعني احنا نتذكر وصلتنا حاله شخص هو مو مريض مو مصاب بس على طول يتوهم الاصابه. هل هذا بعد هذا النوع من الاشخاص يقدرون يتصلون؟ ليش لا، الخط شغال من 8 صباحا ل 9 مساء. ممتاز. هو موبايلات ما يعني محموله مع اخصائيين اجتماعيين ونفسيين. جميل جدا. وفي الطريق ان احنا نعمل استشارات طبيه للي عايز، كلها سريه طبعا. نعم. فدي هتساعد كتير. اكيد. جميل جدا. يعني الدكتوره شلون قدرتوا تتوائمون بين عملكم الاعتيادي ومرضاكم الاعتياديين في ظل هذه الجائحه، وايضا الرد على المكالمات اللي تردكم من الاشخاص مثل من الكادر الطبي او من المعزولين؟ الحقيقه يعني الواحد ما بيحبش يقول ان الايه ان الظروف الصعبه بتبقى لها فوائد، يعني بتبقى بس فعلا يعني التواصل الوقتي، المرضى الجمهور المرضى كان يجي المستشفى مع جناحة كورونا، التواصل تحول لتواصل تليفوني. جميل. فالطبيب في يوم موعد المريض بيتواصل معاه تليفونيا ويعمل له جلسة نفسية بالتليفون، يعمل له تقييم، يشوف هل الأحوال مستقرة وكله، وفي الحال الدواء بيخش في النظام الإلكتروني الصحي ويجي المريض يصرف الدواء ويمشي. فتطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي. جميل. هاي التطبيب عن بعد. نعم. التطبيب عن بعد، وده طبعا مطبق عالميا من 10 سنوات في بعض بلدان. اللي هو مش لازم الشخص يترك منزله ويجي لغاية المستشفى، يعني بتبقى مرتاح قاعد مرتاح وبيتواصل مع الطبيب بتاعه في موعده. جميل. الحقيقه من الحاجات المطبقه، وبنسعى كمان للاستشاره المرئيه، يعني هناخد اذن المريض اذا حب استشاره مرئيه، اللي انت عارفه حضرتك الطب النفسي التواصل اللفظي والجسدي مهم. صحيح. فيه لغه الجسد مهمه، لغه الجسد بتضيف الى لغه الكلام. فالاستشارة مرئية وبيتاخد إذن الشخص، يفضل استشارة تليفونية أو مرئية. صحيح. أعتقد أنه حتى بعد جناحة الكورونا الموضوع ده هيستمر، أثبت نجاحه والجمهور المرضى مرتاح وجمهور الأطباء مرتاح. نعم. يعني فعلا هذه الجائحة حصلنا كثير من المكاسب، وأهمها الانتقال إلى التقنية في كل الأمور ومنها التطبيب عن بعد، نقلة نوعية في كافة المجالات التجارية والاجتماعية والطبية اليوم نتكلم عنها. يعني استفدنا من جائحة كورونا، إذا كان في جوانب إيجابية فهي هذه النقلة اللي سهلت علينا واختصرت لنا. صحيح. سنوات كثيرة في المستقبل. صحيح.
دكتورة، كنا نتكلم يعني بما أن الطب النفسي اليوم طب عالمي ومنتشر في كل دول العالم، والكل يلجأ للطب النفسي للاستشارات بغرض الاستشارات ويكون الجانب اجتماعي أكثر ونفسي أكثر، ليش ما يكون الطب النفسي متواجد في المراكز الصحية كطبيب متواجد مثل ما هناك عيادة لمكافحة التدخين، لما تكون في هناك عيادة أيضا أخرى لجوانب أخرى، لماذا لا تكون في عيادة للطب النفسي موجودة داخل المراكز الصحية؟ وموجود بدأت النواة وموجود بعض عيادات، وأتمنى في المستقبل أنها تعمم، لأن ده طبعا بيبقى مهم جدا وجوده في المراكز الصحية دكتورة. يعني ممكن يلجأ لها المريض، يلجأ لها الأشخاص المترددين. طبعا أولا بتنزع الوصمة عن المكان. نعم صح. يعني هو بيروح المركز الصحي أسوة، يعني الأمراض النفسية تبقى أسوة بالأمراض الجسدية بالضبط. فكلما يعني تطور عدد الأطباء إن شاء الله يعني بنتمنى أن يعني عندنا خريجين في ما شاء الله في الإرشاد النفسي، وفي الوقت في إقبال على فرع الطب النفسي. في إقبال كان زمان في عزوف، كنا نتعب علشان نجيب ناس تشتغل، الوقت الحالي في إقبال على الفرع الحمد لله، زالت عنه الوصمة اللي كانت موجودة زمان، أصبح من الفروع الأساسية، له مكانة وله احترامه، البحوث العلمية أثبتت أنه له أسباب عضوية في بعض أحيان في الاضطرابات المتوسطة أو الشديدة، يبقى له أسباب عضوية ممكن علاجها والشخص يواصل حياته بصورة طبيعية. بالفعل يعني دكتورة، في علاقة بين الإرشاد النفسي أو الصحة النفسية وبين أيضا صحة المصاب بفيروس كورونا. فإذا كانت مناعته قوية صح أكيد راح يستطيع تجاوز. لو نتكلم عن بعض الإرشادات الهامة لكل مواطن، يعني لكل شخص مواطن ومقيم في هذا الخصوص، إنه يهتم بصحته النفسية، يعني يعني زي ما قلت لحضرتك، تنويع الأنشطة، تنويع الأدوار، الجانب الاجتماعي مهم، عدم العزلة، ويطور مهاراته باستمرار، يعني يزيل الوصمة عن أنه ممكن يتكلم مع شخص يبص فيه الأمل أو يعمل له مثلا تفريغ نفسي، دي بتساعد. فالأشياء دي كلها يعني أعتقد نعم أعتقد هذا الكلام اللي تقوله الدكتورة ينطبق على كل أنواع الأمراض. الجانب النفسي يمكن 70% من العلاج، ويبقى الجانب الثاني هو الجانب العضوي من خلال الأدوية. صحيح. وخلي بال حضرتك أن الجوانب النفسية إذا مرتفعة مناعة الجسم، يعني ثبت في البحوث العالمية أن الاكتئاب بيضعف المناعة. صحيح. ويعرض الجسم لأمراض عضوية. بالفعل. صحيح. يعني الاكتئاب والتوتر والقلق والغضب والأشياء دي بالفعل. فكل ما تغلبنا عليها، وبعدين في العلاجات النفسية متقدمة جدا والإرشادات النفسية، يعني مش شرط علاجات دوائية، في العلاجات النفسية متوفرة وفي كوادر هنا مدربة حاليا على أعلى مستوى. صحيح. وبنشكر طبعا الحكومة الرشيدة، حكومة البحرين الرشيدة في زمن الكورونا، الفريق الوطني، الإدارة العليا في وزارة الصحة مشكورة. فعندنا يعني كل الوسائل ان الشخص يعني يطمئن ويتمتع بصحه نفسيه. نعم، يعني اصلا يكفينا اليوم فخر ان جلاله الملك اليوم من خلال الكلمه الساميه اللي وجهها جلالته بث فينا طمانينه، اكد لنا استمراريه العمل على مكافحه هذه الجائحه واستمراريه التجهيزات ويعني ومواصلتها، وايضا تقديم شكرا للطاقم الطبي، وتستاهلون انتم فعلا، يعني كنتوا جيش عولنا عليكم في هذه الجائحه. كثير الف شكر لك الدكتوره شارلوت عواد كمير. شكرا. رئيسه مستشفى الطب النفسي، شكرا جزيلا. شكرا. على تواجدك معنا. شكرا على الاستضافه، واتمنى الصحه للجميع ونتخلص من جائحه كورونا. اللهم امين. اللهم امين. دائما وابدا يبقى القرآن هو الشفاء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما ذكرت الدكتورة لولو جلالة الملك الله يحفظه دائما وأبدا، يؤكد على دور المملكة في توفير العلاج النفسي والطبي وكل ما تحمل كلمة العلاج الطبي للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. فاصل وأكيد راجعين لكم في فقرات أخرى، خليكم معنا. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة، خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية
ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً على خالد اللي نقل عدوى حق راشد سابقاً، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايماً أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية كلنا فريق البحرين. ولا بد أن تكون لنا وقفة مع الصحافة، فجهود الصحفيين وكتاب الرأي العام والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع التي تهم المواطنين والمقيمين، وتلعب صحافتنا المحلية أيضا دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفها انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. بالفعل فريق الإعداد كالعادة اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الأكاديمي حسن الجيدة بعنوان درس من كورونا ودعوة إلى التفاؤل. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال. أهم أسباب تفوق البحرين في مقاومتها لهذه الجائحة هو تكاتف كل مقومات البلد قيادة وحكومة وشعبا، فاستطاعت القيادة إثبات قدرة فائقة على إدارة الأزمة، فقامت أولا بإعطاء كامل الصلاحيات للقائمين عليها باتخاذ القرارات بما يتناسب مع معطياتها ومتغيراتها وبما يتماشى مع مصلحة الشعب، بالإضافة إلى فتح الميزانية لهم ودعم المواطن ماديا ومعنويا. أما الحكومة والمتمثلة في الوزارات والهيئات فكان لها دور محوري باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن من دون تعطيل عجلة العمل في البلد لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بقدر الإمكان عن طريق إنشاء وتفعيل منصات إلكترونية خدماتية لضمان مبدأ التباعد الاجتماعي دون الإضرار بمصالح الشعب. أما الشعب فقد كان الرقم الصعب الذي عول عليه فريق البحرين الوطني منذ البداية لتخطي هذه الأزمة، وقد أثبت أنه على قدر المسؤولية والثقة، فكان المجتمع الواعي الذي سطر النموذج الراقي في الالتزام والذي تجلى في خوف الناس أن يكونوا سببا في نقل العدوى إلى غيرهم أكثر من خوفهم على أنفسهم، إلى جانب تلبية نداء الواجب في حملة المساهمة الوطنية فينا خير. وللحديث أكثر حول هذا المقال سرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأكاديمي حسن الجيدة. مساك الله بالخير طال عمرك. مساكم الله بالنور والسرور. يا هلا يا مرحبا فيك. يا هلا ويا مرحبا. ذكرت في مقالك العديد من الدروس المستفادة من كورونا، بودنا لو تكلمنا أكثر وتعطينا شوية كذي من الطاقة الإيجابية اللي كانت موجودة في المقال. نعم نعم. يا أختي أنا يعني لاحظت أن واكتشفت هذه الأزمة أن ممكن من أهم أسباب نجاح أي دولة هي ثلاث مقومات: القيادة والحكومة والشعب، هما رؤوس المثلث إذا اتحدت مع بعض كونت لما يسمى النجاح. فالقيادة لها دور في التخطيط، والحكومة لها دور في التفكير والتطبيق، أما الشعب بالالتزام والتنفيذ. إذا اتحدوا هذه الثلاث جهات مع بعضهم بعض وهذا اللي بيّن معنا في بلدنا البحرين، راح نوصل إن شاء الله لآخر هاي الأزمة، وكل أزمة سنعدي فيها إن شاء الله. كل شكر لك الأكاديمي حسن الجيدة، كنت معانا عبر الهاتف، كل شكر لك. بحرين كل اللي تحبونه، الحلوة وهني الطيبة وهني النخل وهني الماي والعيون، هني الجمال هني البحر هني الصيد هني اللولو هني كل شيء جميل. هني في البحرين.
وصلت أغنية هني في البحرين فرحي بي يترحب بالناس وبعدين تتكلم عن البحرين. يا مرحبا فيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. لما جيت عند أغنية البحرين والشيخ عيسى كاتبها بطريقة يعني جميلة جدا، اتكلم عن جمال البحرين وعن تاريخ البحرين وعن طيبة البحرين. هني في البحرين لا دنيا تشغلهم لا هم ولا أحزان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، في ديرتي من سنين هني في البحرين، في ديرتي من سنين هني في البحرين. يا مرحبا فيكم هني في البحرين. مشاهدينا ننتقل إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. شكرا لولو، بالتأكيد راح نستعرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء الأول من شهر يوليو 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 554 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 5335 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 5289 حالة، فيما يبقى 46 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 86 حالة، أما المتعافون فيبلغون 21331 متعافي. الوفيات 92 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 519 حالة جديدة بفيروس، منها 293 حالة لعمالة وافدة و221 حالة لمخالطين وخمس حالات قادمة من الخارج، وتسجيل خمس حالات وفاة وتعافي 403 حالات. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء، والكلمة عند شلولو. شكرا فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. الحمد لله على نعمة البحرين، يعني كل مواطن ومقيم على هذه الأرض ما لنا يشكر الله ويحمده أنه موجود في البحرين، هذا البلد اللي فعلا يخلينا كل يوم نشعر بفخر واعتزاز للأدوار اللي قاعدين تقوم فيها الدولة وللجهود الكبيرة اللي قاعدة تسويها عشان تواجه هذا الفيروس. أي والله، أنا ببتدي من الحمد لله على نعمة البحرين يا لولو. جهود كبيرة يبذلها فريق البحرين بكل أعضائه ومنتسبيه من كوادر طبية وأمنية وأعلامية أيضا، والعديد بعد من العاملين في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص. فاليوم لكل شخص دور
يساند من خلال الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأبسط هذه الجهود اللي ممكن لأي فرد القيام فيها هو البقاء في البيت والخروج بس للأمور الضرورية، طبعا بالإضافة لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات والحرص على ارتداء الكمامات دائما والحفاظ على نظافة اليدين. نعم، يعني احنا تجاوزنا هذه المرحلة، وأيضا شلون بنتجاوز المراحل الجاية يعتمد بشكل كبير على تعاون وتكاتف الجميع والالتزام بالتعليمات الوقائية والإرشادات الصحية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. وكل الأمور اليوم متوفرة لتطبيق التباعد الاجتماعي. ابتعادنا عن بعض اليوم يخلينا أقرب من الوصول بإذن الله لمرحلة زوال هذا الفيروس والحد من انتشاره، والله يحفظ البحرين وأهلها ويحفظكم يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة أكيد في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء بسام ورقية. والله يحفظكم إن شاء الله، ومع السلامة. مع السلامة.